الدولة تغيب عن منافذ خان جغان، والميليشيات تجول وتصول في معابر الكلك. المنافذ الحدودية مرة أخرى، أبواب الفساد ونوافذ استنزاف الاقتصاد وسبب ارتفاع سعر الدولار. ما علاقة المنافذ بانهيار العملة والاقتصاد؟ خلونا نشوف التفاصيل. قصة المنافذ الحدودية بالعراق يراد لها قلب ما مدشن، لأنها تحولت إلى خنجر في ظهر الاقتصاد الوطني بسبب ضخامة عمليات التهريب وسيطرة جماعات مسلحة عليها، ولا سيما المنافذ مع إيران وسوريا. ببساطة صارت القصة من البديهيات، هناك تقاسم للمنافذ بين الجماعات المسلحة والقوى السياسية، هذا المنفذ إلك وذاك إلنا، وكنا على حب الله. التهريب بالمنافذ شنو يشمل؟ يشمل مختلف المواد والبضائع، وأهم السلاح، إيه السلاح، والنفط والمخدرات، أيضاً الغذاء والملابس، فضلاً عن الكهربائيات والأجهزة الدقيقة. بالنسبة للنفط، قبل أشهر مثلاً مسؤول إيراني ذكر أن هناك 300 شاحنة محملة بالوقود تدخل يومياً لإيران من منفذين فقط، ويبدو جزء كبير من هاي الكميات تهريب، وهذا معناه أن هناك تدوير للدولار بطريقة استنزافية. شلون؟ أولاً يتم استيراد المشتقات من إيران بالدولار، ثم يعاد إلها بالدينار، وهذه هي علة زيادة استهلاك البنزين والغاز بالعراق بالفترة الأخيرة. نفس الشيء بالحدود السورية، وتوصل المبالغ لعشرات الملايين من الدولارات. بحسب تصريحات رسمية، حجم الإهدار والفساد بمنافذ الإقليم تصل لحدود 100 مليون دولار شهرياً، وكل هاي المبالغ يتم تقاسمها بين الأحزاب والجماعات المسلحة اللي تسيطر على المنافذ. طيب ليش الحديث بدأ يتصاعد حول هذا الملف هالأيام؟ الجواب واضح، القضية مرتبطة باستنزاف العملة وارتفاع سعر الصرف وتدهور الاقتصاد عموماً وانهيار الصناعة والزراعة بسبب ضخامة الاستيراد وعدم وجود حدود إليه. لهذا محافظ البنك المركزي علي العلاق لما نسأل بحوار الأخير عن المنافذ وسبب صعوبة السيطرة عليها، لما نسأل قال القصة صعبة ومعقدة وكو جماعات ما يقبلون. واضح أنه المقصود هي الجماعات اللي تتقاسم المنافذ، ماكو غير. طبعاً بأيام حكومة مصطفى الكاظمي صارت حملة قوية للسيطرة على المنافذ، وتدخلت بها قوات الرد السريع وغيروا الموظفين، وتحسنت نوعاً ما وزادت إيراداتها، لكن بعد فترة رجعت الأمور لنقطة الصفر، واليوم نفس المشكلة قائمة وجاي تأثر على الاقتصاد وسعر الدولار. أخيراً، هناك شيء مهم إلى تأثير جذري. هيئة الاستثمار الوطنية من تنطي رخصة للمستثمرين تنطيهم استثناء من الضريبة والجمرك لمدة 15 سنة. هنا المستثمر شو يسوي؟ المستثمر ورا فترة يترك مشروعه
ويبدي يستورد من إيران وسوريا كونه معفي من الضرائب والجمرك. شغلة مربحة وسهلة، بالتالي يتحول الاستثناء إلى بوابة لتدمير الاقتصاد، لأن التجار يستوردون كل شيء، من الطماطة والخيار للطرشي والكرزات، وكله بالدولار. وبهالطريقة تم تدمير الزراعة والصناعة بالعراق. هسه شنو النتيجة؟ ماكو نتيجة. طالما المنافذ الحدودية صايرة خانج غان فماكو نتيجة. اللي يريد يحيي الاقتصاد هو ينعش الزراعة والصناعة ويحمي عملته الصعبة. خلي يبدي من المنافذ، سيطروا عليها وكل شيء ينحل. اسمع، تقدرون لو ما تقدرون يلا.